ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك، دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك، حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. كيف تجاوب امرأة تؤكد لك مرة بعد الأخرى إن ربنا مات، ربنا خلاص مات؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء كل مرة تهتم حضراتكم بينا انكم تتواصلوا معنا. ارسل لينا قصة اعجبتك، ارسلي لينا قصة من الحياة او قصة حياتك او حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. تواصل معنا عزيزي المشاهد عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة، او جروبنا على الفيسبوك حياتك في قصة، او عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com، او عن طريق اليوتيوب، قناة اليوتيوب تقدر تعمل تحميل لكل القصص السابقة. قصتنا النهاردة من القصص الحقيقية التاريخية المشجعة جدا. قصتنا النهاردة، آسف للعنوان، هو عنوانها كده، قصتنا النهاردة بعنوان هل الله قد مات؟ طبعا حاشا، ويعني زي ما بيقولوا بنستغفر الله، بس ده عنوان القصة، بيقول هل الله قد مات. قصتنا النهاردة بتحكي عن مارتن لوثر، مش مارتن لوثر كينج محرر العبيد، لكن مارتن لوثر رجل الإصلاح في أوروبا. مارتن لوثر ولد سنة يوم 10 نوفمبر 1483، ورحل ومات في المسيح، خادم للمسيح، 18 فبراير سنة 1546. هو راهب ألماني وقسيس وأستاذ لاهوت، وهو رجل الإصلاح في أوروبا. اعترض على صكوك الغفران اللي كانت وقتها، لما كان بيقولوا ان حينما يرن سك السك الفلوس، تدفع فلوس، لما يرن في الخزنة او في الصندوق الفلوس النقود بتاعتك، حينئذ يكتب الله اسمك في الحياة، في سفر الحياة، او يكون لك مكان في السماء. فهو اعترض على كده ونشر رسالة سنة 1517 شهيرة، مؤلفة من 95 نقطة، شايف انه في حاجات كتيرة الكنيسة وقتها كانت غير متمشية مع الكتاب المقدس. طبعا الخمسة وتسعين نقطة اللي في الرسالة نشرهم قلبت الدنيا عليه، والبابا وقتها حاولوا انه يتراجع عن الخمسة وتسعين نقطة، وايضا اللي كان وقتها الامبراطورية الرومانية المقدسة، فرفض التراجع وطلب منه البابا ليون العاشر عام 1520 انه يتراجع. لم يتراجع، وطلب امبراطور، طبعا وقتها كان الامبراطور يعني بيقتله، الامبراطور الروماني شارل الخامس، ورفض ايضا فنفي وحرم كنسيا، وتم ادانة كل ما كتبه وادانة كل كتاباته. لكنه بعد هذا تزوج وترجم الكتاب المقدس للغة الألمانية المحلية، وانتشرت كلمة الله بعد هذا فيما يسمى بالحركة اللوثرية. قصتنا النهاردة بتتكلم عن زوجة مارتن لوثر. في يوم من الأيام كان خلاص بدأ يدخل في اكتئاب من كتر الحروب والمشاكل عليه والضغوط الرهيبة. تخيل أكبر رأس في العالم وقتها اللي هو الإمبراطور كان ضده، فتعب وحصل في ديبريشن، وحتى يعني بدأ إيمانه بالله يتزعزع. بدأت مراته حاولت امرأته كاترينا فون بورا، اسمها كاترينا فون بورا، انها تفرج عنه، عارفة بيحب ايه، عملت له الاكل اللي بيحبه، مفيش. فاخيرا اضطرت لفكرة، في صبحية وهي بتقدم له الاكل فوجئ انها لابسة لبس اسود ولبس الحداد وحطة كأن جنازة كبيرة.
فهو قال لها في حاجة، أنت حد من قرايبك مات وما قلتليش؟ ليه ما قلتليش؟ كنا رحنا نعزي. قالت له آه في شخص مهم جدا مات، وللأسف الشديد أنت كمان بتحبه للغاية. فقال لها مين مات؟ قالت له ربنا. الله مات. فهو استغرب، هي اتجنت ولا إيه اللي بيحصل؟ قالت له أيوه الله مات، لأنه أنت خلاص دخلت في اكتئاب وخلاص فقدت إيمانك بالله، يبقى الله مات وحصل لك ديبريشن وبتقول إنه ما فيش فايدة من كده. ف وقالت له كان الميت أعز ما في الوجود على قلب زوج الذي كان يحبه ويلقي كل همه عليه دائما، ولكن عندما رأيت الغم والكآبة تستحوذان على الزوج العزيز إلى هذا الحد البعيد أكدت أنه قد مات. أجل يا مارتن، إن الله مات، إن الله مات. فأدرك لوثر إنه كان قد ابتعد عن الله، ولكن فرح بأن امرأته كانت تفهمه وأرجعته إلى إيمانه وثقته بالله، فأخذ يردد لها وهو يضمها إلى صدره: شكرا شكرا، كلا وألف كلا، كلا وألف كلا، الله لم يمت، الله لن يمت، الله لن يمت أبدا. ورجع تاني لخدمته أكمل العمل اللي قام به. كلا وألف كلا، ربنا حي، ربنا موجود. الكلمة العظيمة اللي كان دايما بيرددها البابا شنودة الثالث: ربنا موجود، ربنا حي، كلا لم يمت. سأستكمل معك هذه القصة الجميلة اللي كلها أمل بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس. سيب الريموت، خليك معايا ما بعد الترنيمة. رأيتك رب تنزف الدم في صليب العار من أجلي، أنا قد حملت البؤس وكذاك الذنب ورفع عني يا رب الضنا. رأيتك رب تنزف الدم في صليب العار من أجلي، أنا قد حملت البؤس وكذاك الزل ورفع عني يا رب الضنا. فتت فؤادي مكانك، كسر القلب إلهي صمتك، يا بديلي على ذلك الصليب مهجتي تصرخ إني عبدك. لا لا تسمح لعيوني أن ترى إلا عمق الحب في ألمك، ولا تسمح لدموعي أن تسيل إلا حتى أغسل أقدامك. خذ يدي يا فدي يا حبيب، وافنها يسوع في أعمالك، وكذلك أنا يا سيدي فلا أسمع سوى أقوالك. مسه بجمرك حتى دوما ألهج بفعلك، فحياتي يا مخلصي بك هي منك أبقيتها ربي لك. امتحن أفكاري كذا الضمير، وانظرا إن كنت حسب قلبك، منيتي أن تبقى أنت أولاً
تجذب القلب وأجري خلفك رأيتك ربي تنزف الدمع في صليب العار من أجلي أنا قد حملت البؤس وكذا كز ورفع عني يا رب الضمى كانت هذه الترنيمة الرائعة التكريسية أذني إيدي خد يدي وافنيهم في خدمتك من تأليف أختنا جمال سابة وتلحين وترنيم مرنمنا الرائع في هذه الحلقة هاني بلدي والعزف الجميل الرائع مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان هو ربنا مات. معلش خليني أقولها كده لأني مش عايز أقول هو ربنا مات. قصة زوجة مارتن لوثر لما لقيته دخل في اكتئاب مع الحروب الشديدة مع الامبراطور والنفي وغيره ولبست له اسود عملت له اكل فرحته عملت اي حاجة هو في اكتئاب فلبست اسود في يوم في الفطار وقال لها ايه حد عزيز عليك قالت له عزيز علي وعليك جدا واعز شخص في الوجود عليك بس مات مين قالت له ربنا مات ما انت خلاص فقدت الثقة فيه وفقدت ايمانك فيه وحزن على نفسه لكنه احتضنها وخلاص قام من الكبوة بتاعته وقال لا كلا كلا وألف كلا لم يمت ورجع تاني لخدمته. هذه المرأة الحكيمة عايز أكلمك ثلاث كلمات في هذه الحلقة. عايز أتكلم كلمة عن المرأة الحكيمة يا سلام وعايز أتكلم كلمة عن القيامة العظيمة. ربنا يسوع المسيح مات لكنه قام. الله الظاهر في الجسد لكن الله عمره ما يموت كلاهوت لكن كناسوت مات لكنه قام تاني. عايز اتكلم كلمة عن المرأة الحكيمة ثم القيامة العظيمة واتكلم كلمة تالتة عن المعاملة الرحيمة. المرأة العظيمة في آية جميلة جدا يا أخوات ويا أزواج برضو كل اللي بيسمعني ويا أباء ويا أمهات ويا شباب ويا شابات. الآية موجودة في أمثال 14:1 فظيها. حكمة المرأة أيوة تبني بيتها. المرأة الحكيمة دي حاجة فخمة حاجة روعة. تدخل بيت تعرف على طول كده من المعاملة من الزوج والزوجة والولاد والجو إن الست دي حكيمة. امرأة حكيمة زي الامرأة التقوعية الحكيمة اللي في أيام داود طبعا. تحس إن المرأة حكيمة. حكمة المرأة تبني بيتها أيوة والحماقة تهدمه بيدها. يعني في آية تاني مش عارف مناسب أقولها ولا لا. أي آية بتقول خزامة من ذهب ذهب يعني زي خزامة كده ذهب أو مجوهرات كريمة في فنطيسة خنزيرة. عارف الخنزيرة ليها بتاع كده زي زلومة صغيرة حط خزامة من ذهب خزامة جميلة جدا بس فين فنطيسة خنزيرة. هكذا المرأة الجميلة العديمة الفهم. علشان كده الكتاب لما يذكر كان بيقول لك على المرأة مرأة جميلة الصورة وجيدة الفهم. يعني مهم ان يكون في جمال خارجي وجمال داخلي لكن الجمال الداخلي افضل كثيرا من الجمال الخارجي. الحسن غش والجمال باطل اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. همر تشجيعا لكل الحكيمات والفضليات والقديسات اللي زي زوجة مارتن لوثر اللي بيقفوا مع أزواجهم. يعني ما عرفش غلط ولا صح أقول أنا أشكر رب لأجل زوجتي فلولا زوجتي ما كنت قدرت أخطو خطوة مش كلامة. يقول لك يا عم الخدام دول بيستخدموا الميديا ويعملوا كلام عن نفسهم. لا إني أقول الحق في المسيح. كم مرة أبقى تعبان كم مرة أبقى من سفر لسفر بتقف معايا ليلة كده. أي خادم بيقع اي شخص يعني لما بيقولوا انه لابد من وراء الرجل الخادم امرأة فاضلة ده كلام اكيد. شوف صفات المرأة الفاضلة. اول حاجة تعمل برضا عمرها ما تتذمر. تعمل طبعا الكلام ده في سفر الامثال الاصحاح الاخير. تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين.
ثم كريمة، دائما المرأة الحكيمة كريمة، تبسط كفيها للغريب للفقير وتمد يدها إلى المسكين، مش متذمرة، ثم كريمة، ودايما زوجها معروف، وراء كل عظيم امرأة، مش عايز كلام، زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. طب يا أخي علاقة مراته بيه، طبعا بتديله كونفيدنس، بتديله ثقة، وبيبقى حاسس انه البيت مسنود وهي مهتمة بيه وبنفسيته وبلبسه. ايه ده، يجلس بين الشيوخ، حاجة فخمة جدا. اذا لقيت شخص كده اعرف ان مراته فاضلة. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، ثم دايما متفائلة زي مرات مارتن لوثر، تضحك على الزمن الآتي. يا لا، هذه العبارة لم ترد عن رجل، يعني من أرقى عبارات وأروع عبارات الكتاب المقدس، تضحك على الزمن الآتي. يعني مش بس مش خايفة من بكرة، لا، دي بتضحك عليه، تضحك طبعا نوع من الثقة، بكرة بكرة أحسن من النهاردة، ما تخافش. أنا عارف يمكن في شباب بيشاهدونا يقول فين هدية، ربنا هيديها لك، صلي هتلاقيها، بس 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 تكون معينة ليك من الرب. تضحك على الزمن الآتي، ثم قوية العز والبهاء لباسها، دايما قوية ومتشددة في المساق، ثم تعلم الحكمة، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، ثم دايما بتاخد بالها من عيالها وزوجها، تراقب طرق أهل بيتها، حاجة التامنة أو السابعة، تستحق المدح، يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها، متقية الرب. أما المرأة، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح، حياتها مثمرة. يقول لك أعطوها من ثمر يدها، حاجة العاشرة شهادة، أعطوها من ثمر يدها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. هي ما بتتكلمش، بتتكلمش، بس الأعمال العظيمة اللي بتعملها هذه المرأة دايما بتخليها معروفة. الحكمة تبني البيت، حكمة المرأة تبني بيتها، وللأسف الجاهلة تهدمه بيديها. دي كلمة سريعة عن مرأة حكيمة، لكن القوة القيامة الكريمة، الله مش ممكن يموت حاجة. هتقولي طب ما انتوا يا مسيحيين بتقولوا ان المسيح مات، ويا اخي حاجة غريبة، وبتقولوا ان المسيح هو الله. ايوة، المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، لكنه خلي بالك كإنسان مات. طبعا بنسمع دايما، طب لما المسيح هو الله، لما مات واتدفن، مين كان بيقود العالم والعالم يا حبيبي مات كإنسان، لكن كان لاهوته مالي كل مكان، عشان كده قدر يقيم نفسه، لأنه لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة أو طرفة عين. قال انقدوا هذا الهيكل على هيكل جسده، وأنا في ثلاث أيام أقيمه. الله ما بيموتش، لكن المسيح كإنسان مات الجسد، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت. قوة القيامة، بص بيقول ايه، لكي تعلموا ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. أيوة، شوف الكلمات، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح يسوع، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدار فقط بل في المستقبل أيضا. قوة القيامة، يقول الرسول بولس لا أعرفه في فيلبي وأصح 3:11، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. في أعمال 4 يقول وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة يسوع. قيامة المسيح مصدر قوة، امرأة حكيمة وقوة عظيمة، لأن يسوع قام من الأموات، وهذه القوة يمنحها لك في حياتك. لو أنت مستعبد لمخدرات، لنجاسة، لكذب، الحلفان، لشتيمة، لأي حاجة، قوة القيامة تفكك، لكن معاملة رحيمة. إذا أنت مكتئب أو حزين، هختم كلامي بآية بتقول الله لم يعطنا روح الفشل. لسه حد بعت لي على الفيسبوك قال لي أنا بنتحر، بحاول أنتحر، وأنا باخد مخدرات، وأنا هنام يمكن يومين مش هتلاقيني لأني واخد كم ينومني. حتى ده وأمثاله بقول لك الله يقدر، الله يقدر يقيم المنحنين، يقوم المنحنين. تعال له في نهاية هذه الحلقة، قل له يا رب أنا بشكرك لأنك مت على الصليب عشاني وقمت أيضا. قولي له يا رب اجعلني إنسانة حكيمة، أنا بعمل تصرفات في البيت بتخرب البيت يا رب، لكن اديني حكمة النهاردة. أحلى طلبة، طلبة اديني حكمة يا رب، الرجل الحكيم في عز، اديني حكمة وخلصني من خطاياي وغيرني
واديني حياة جديدة. صدقني تسمع الرب بيقول لك أنا اديتك حكمة وأنا اديتك غفران خطايا وهبتك كل الأشياء مع بعض. تواصل معنا وقول لنا أخبارك وارسل لينا عشان نفرح بيك، واظب على وصية النعمة الخمسة، اقرأ الكتاب، صلي، ارتبط بكنيسة محلية، اقطع الماضي، اشهد للمسيح. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.